سي رشيد ساري كخبير في الشؤون الاقتصادية، واش ممكن نقوله؟ أنا على ما أظن حسب المعلومات والبحث اللي درس، أظن بأن المغرب هو الوحيد إفريقيا اللي الآن ينهج ويطبق بقوة سياسة تعاون مع الدول الإفريقية فيها أو تقوم على مبدأ رابح رابح. تنظر أنا غادي نوسع النقاش كثر سي حسين، تفضل، ونقول لك بانه ماشي المبدا ديال رابح رابح، ولكن اكثر، يعني انه البلد الوحيد الذي ينقل الخبرات ديالو والاستثمارات ديالو لافريقيا، وهذا بالاعتراف ديال الاشقاء ديالنا الافارقه اللي اكدوا اكثر من مره بانه المغرب في الاستثمارات ديالو تيجيب لنا الاستثمارات وتيجيب لنا الخبرات ديالو، بمعنى انه المغرب واحد الرساله ديال الخبرات ديالو في جميع القطاعات، تنهضروا على القطاع ديال الخدمات، تنهضروا على القطاع البنكي، تنهضروا على القطاع الفلاحي، تنهضروا على القطاع الصناعي. المغرب لا يكتفي فقط بانه تستثمر وتتكون واحد العلاقه ديال رابح رابح يعني هي الماديه، ولكن تشمل ميادين اخرى، يعني انه في الخبرات. نزيدك حاجه اخرى، هو انه اللي باش ناكد لك بانه العلاقه اللي بين المغرب وافريقيا هي علاقه اللي نقدروا نقولوا عليها ماشي اقتصاديه ولكن روحانيه، والدليل صح على ذلك الدليل على ذلك هو هذه المجموعه ديال 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 تكوين ديال الائمه بالمغرب. صح، هذا كنموذج. المساله الثانيه هو انه المغرب في الازمه ديال كورونا فكان هو السند لهاد الدول، واحد المجموعه ديال الدول الافريقيه. اذا حنا ما بقيناش عندنا هي العلاقه ديال الاستثماريه بحته، ولكن راه حنا وسعناها باش انه تنقلوا الخبرات ديالنا الافريقيه، لانه شنو هو الهدف؟ الهدف ديالنا وهو عنوان عريض انا تيبان ليا، وانه ازدهار افريقيا. وتنظن انه انا متشبث بواحد المصطلح اللي بغيت نرسخه، يعني انه ما في اي لقاء انه تنجبده، هو انه المغرب حقا هو العاصمه للتنميه الاقتصاديه لافريقيا، وهذا باش يتاكد لنا، تتاكد لنا من انه تتجي واحد الاتفاقيات اللي برمتها مؤخرا الولايات المتحده الامريكيه مع المغرب، واحد التكلفه ديال 5 ديال المليار، فيها واحد شطر اللي تنسمو عليه ازدهار افريقيا. اذا المغرب بجميع هذه الامكانيات اللي توفر لافريقيا هو البوابه الحقيقيه، لان قبل واسمح لي انا بغيت نصحح هذا المفهوم اللي كان عندنا حنا كلنا غلط. كنا دائما تنقولوا بانه المغرب هو البوابه الحقيقيه بين اوروبا وافريقيا، انا تنظن بانه هذا مفهوم اللي تقصر وتحجم من 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 الفعاليه ديالنا حنا ومن القيمه ديالنا. المغرب بموقعه استراتيجي، المغرب بالامكانيات الضخمه والبنيه التحتيه الجد محترمه اللي تملكها ماشي في شمال المملكه ولكن حتى في الجنوب ديال المملكه، والدليل على ذلك انه كاين واحد النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه اللي ترصدت ليه في مرحله اولى تنهضروا على 77 مليار درهم، الان تنهضروا انها التكلفه انها وصلت ل 100 مليار، هذا انه تأهلنا بانه المغرب حقيقه هو بوابه الدول العالم كلها نحو افريقيا، يعني انه هذا احب من احب وكره من كره، وهذا تيبان لي انه رساله واضحه للاعداء ديالنا بانه المغرب ماضي في هذه الطريقه هذه. وخليني السي رشيد، وخليني ربما نضيف على كلامك بما يزكيه بطبيعه الحال، هو انه كل الآن العلاقات الدبلوماسية التي تتطور بشكل كبير مع دول العالم، إن تكلمنا عن الصين، إن تكلمنا عن روسيا، إن تكلم عن دول آسيوية، بغض لما نتكلموا على أوروبا هذاك الحليف التقليدي، هاد العلاقات الدبلوماسية اللي تتطور بشكل رائع وجميل وإيجابي بين دول ما كناش تقريبا واحد الوقت ما كناش معاه في علاقات دبلوماسية، فقط لأنهم فهموا هذا الشيء اللي قلتي يا سي رشيد، هو أن المغرب بوابة الآخر نحو إفريقيا ماشي العكس. ماشي العكس، لأنه المغرب دابا تيفرض ذاته يوم عليهم. أنا غادي نرجع للمسألة وتنشكرك على هذا، أنا غنقول لك استفزني إيجابيا هذا العنوان اللي أعطيتي ديال دبلوماسية الفوسفات عبر شركة مواطنة. فعلا الحقيقة أنا حقيقة، ولكن أنا بغيت نوقف على شي نقاط اللي سمحتي ليا، وانا غير سمحتي ليا سي حسين غنفتح واحد القوس اللي كبير
ومهم جدا، واننا من تنهضروا على المكتب الوطني المكتب الشريف اللي في وصفات، فهو شركه، هو مؤسسه اللي هي شركه مواطنه، والدليل على ذلك اولا كانت واحد غير المساله ديال نرجعوا ديال كنا تنهضروا، كان الحديث كثار على صندوق المقاصه، وانا ماشي ترمي زعما لا مصلحتي لي باش نرمي الورود على هذه المؤسسه، ولكن الواقع هو هذا، وانه اول مؤسسه لانه رفضت باش تاخذ اللي كانت الحصه ديالها من صندوق المقاصه ترفعت انا. كاين واحد المساله اللي حنا خصنا نفهموها، بانه المكتب الشريف للفوسفات تيقوم بواحد مجهود كبير في واحد مجموعه ديال المشاريع اللي نهجها، وهذيك المشاريع اللي حقات لينا هنا، لانه في ازمه كورونا لقينا بانه العائدات من 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 استخراج الفوسفات والعائدات من الفوسفور ومن المشتقات ديالو في وقت ديال كورونا ارتفعت عندنا صادرات، يعني انه كان عندنا من بين الملاذات باش انه دخلنا العمله الصعبه كان عندنا جوج ديال الابواب، كان عندنا الجانب ديال صناعه المعادن الاستخراجيه وتنأكد على الفوسفور، وكان عندنا البوابه الثانيه هو القطاع الفلاحي، يعني انه ما كنا تنصدروه من فواكه وخضر. المشروع كبير للمكتب الشريف الوسط، وانا كنت واحد المره اسمح لي انا كنت في الاذاعه ديالكم المحترمه شدايف غيم تاكدت على واحد المساله، بانه المكتب الشريف الفوسفات غادي خصنا من هنا واحد ثلاث سنوات، وانا تنتمنى انه نضربوا واحد موعد ان شاء الله لخلنا الله في الحياة، انه من ثلاث سنوات غتشوف واحد الاقلاع حقيقي اللي غيديروا المكتب الشريف الفوسفات، لانه الان هو كان خارط واحد ثلاث سنوات قبل واحد مشروع كبير واحد استثمارات ضخمه. صحيح. نهضروا على استثمارات ضخمه، لان شنو هو الهدف؟ الهدف هو اننا كنا في بدايه تنهضروا على واحد ثلاثه ديال مليون طن هي اللي كانت، الان عندنا واحد الهدف كبير وانه 8 ديال مليون ديال طن ديال الاسمده. كاين مساله اللي باش نربطوا بدبلوماسيه الفوسفات اللي كما شرحتي لها، فكما جا في التقرير ديالكم كاين واحد المجموعه ديال كاين اثيوبيا بواحد 3.7 مليار دولار، كاين نيجيريا وكاين الكابون. تنظن بانه نيجيريا في المحادثه الاخيره اللي كانت الهاتفيه بين صاحب الجلاله الملك محمد السادس والشقيق ديالو محمد بخاري، فاكدوا بانه على جوج الحوايج، هو ديال التمديد وانه المشروع ديال انبوب الغاز راه غادي يكون، وثانيا ديال الاسمده، المشروع ديال المصانع او منصات الاسمده حتى هي غادي تنشر. وهناك حديث هناك حديث على كينيا، رغم ان الامور باقي غير مؤكده، ولكن مهم خلينا نقولوا بالدارجه كاين واحد الشاش ديال ان حتى مع كينيا غادي تكون ربما هناك شركه للاسمده مع كينيا، باقي ما تاكدناش من الخبر 100%. وجميل الى 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 كينيا كذلك دمجناها في هذا المشروع، لان كينيا تنعرفوا بانها كانت واحده من الدول، اولا هي واحده من الدول القويه افريقيا، وثانيا واحده من الدول اللي كانت مواليه لما تطرحه الجزائر كعداء للوحده الترابيه، فإلى الفوسفات مارس الدبلوماسية غادي يكون تفوق كبير. أنا غنزيد غير نأكد ما قلتيها السي حسين، بأنه الآن كاين واحد المسألة اللي غنخصنا نأكدوا عليها، بأنه الاقتصاد ديالنا هو اقتصاد اللي ما بقاش، كنا سابقا في الثمانينات كنا تنقولوا بأنه يعتمد على قطاع الفلاحة وقطاع السياحة. وأنا ماشي من باب البهرجة ولا من باب زعما نكبروا من ما نقولوش الواقع، ولكن الواقع هو هذا، حنا مكان يظن بانه راه غادي ندخلوا لافريقيا وغتكون عندنا واحد الايادي بيضاء حتى في المجال الصناعي. صح. راه ما كناش نحلموا بهذا. صح صح. يعني ما كانش عندنا هاد تنقولوا راه غنكونوا حنا مستثمرين في افريقيا او في واحد الدول اخرى، حنا اللي بدينا به وهذا ايجابي بدينا بالقطاع الغير ديال الخدمات بالقطاع المالي. ولكن دابا تنظن بانه حقيقه هو انه من تنشوفوا معدل ديال مجال الاستثمارات في الجانب الصناعي ماشي كبير لحد الان، تنهضروا واحد 3%، ولكن تنظن مع هذه المنصات ديال اللي غيداروا في واحد مجموعه ديال الدول الافريقيه، تنظن بانه ما زعما انا جد متفائل بان الحصه غترتفع. لكن نعم. اليوم تنهضروا على قطاع الخدمات ولا قطاع خاصه القطاع البنكي، انه تيمثل واحد 54% من مجمل ديال الاستثمارات اللي كاينه في افريقيا، فتنظن انه ماشي بعيد واحد 3 او 4 سنوات غادي نلقاو بانه راه
هذيك الحصة راه واقيلا غتولي واحد 54% او 55% في الجانب الصناعي، لانه كما قلت لك وغنرجع على اللي قلت عليها ديال النقطه ديال رابح رابح. الدليل على رابح رابح هو انه هذا مثلا ديال الاسمده، المنصات ديال الاسمده اللي تدار في اثيوبيا ليس فقط الهدف ديالها هو الاكتفاء الذاتي المحلي لاثيوبيا، لا، كاين جانب اخر هو انه اثيوبيا غتولي تصدر. راه 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 باش نقول لك بانه المغرب راه ماشي عنده غير واحد هو اليد البيضاء الممدوده، اليد البيضاء لانه تيبغي انه يستثمر رابح، ولكن غادي يربحوا معاه حتى ماشي حنا الدخول ديالنا ماشي لاستنزاف الثروات ديال افريقيا والتقليل واحد هو تنميه افريقيا والتنميه، لانه انا غنرجع وانا مكراسك. وهذه رشار لها جلاله الملك اكثر من مره بانه حريص على تنميه الدول الافريقيه. وانا ما كرهتش انك تبنى معايا هذا الطرح هذا ديال المغرب راه هو العاصمه التنميه الاقتصاديه لافريقيا. اتبناه سي رشيد. نتمنى انك تبنى معايا سي حسين، لانه تبان لي بانه بهاد الايد البيضاء اللي تنعطوا حنا لافريقيا فتنظن انه غادي نزدهروا جميعا يعني ان شاء الله. قول لي سي رشيد، سي رشيد باش نرجعوا لان الوقت شويه تيزاحمنا، باش نرجعوا لدبلوماسيه الفوسفات عبر شركه مواطنه. ملي تنقولوا شركه مواطنه، دابا حنا تنهضروا على الامتداد الافريقي، تنهضروا على العمق الافريقي الذي يقوده جلاله الملك في اطار اليد البيضاء الممدوده، ورابح رابح بطبيعه الحال، كل شيء يربح معنا، حنا نربحوا هما يربحوا في اطار واحد الجوره والاخوه اللي تتربط ما بين الدول، يجسدها جلاله الملك من خلال العمق الافريقي وكل من معه. في مقدمتهم لو سي بي، وما نساوش القطاع البنكي اللي تيقوم بواحد العمل كبير جدا في الدول الافريقيه، وما نساوش الفلاحه. كذلك قطاع الخدمات الاتصالات. نعم. حتى هو صحيح الاتصالات. تنضعوا له واحد 34% حتى هو عنده واحد الحصه حتى هو. صحيح صحيح. ديال المساهمه ديالو. إيروان غادي بغيت نرجع لي سمحتي لي سي حسين القطاع البنكي، تنهضروا على القطاع البنكي. هذه المساله خصنا نوقفوا عليها كثيرا. انه دوله تتمول يعني الابناك ديالها، وهنا غنشيروا انه راه كاين ماشي غير انخراط ديال الدوله المغربيه، راه كاين القطاع الخاص والقطاع العام. هذا مهم. صحيح صحيح. من تنقولوا انه القطاع البنكي يعني انه راه كاين تمويلات ماليه، يعني انه حنا تنتحملوا واحد الاعباء ديال الاخطار ديال واحد المجموعه ديال التبعات، يقدر ان واحد المشاريع اللي ديال افريقيا ما غتنجحش، ولكن كاين السيوله المغربيه متواجده تماك. هذا اكبر دليل ورساله واضحه بان المغرب منخرط بشكل كبير، يعني صح ماشي صح ماشي تيتسنى انه يستثمر في افريقيا باموال صح اجنبيه. صح لا صح يستثمر، غير واحد الرقم اللي خصنا نعطيه هو انه حجم ديال الاستثمارات المغربيه بافريقيا راه تتفوق واحد 40 مليار درهم، هذا جد مهم. 40 مليار ديال الدرهم، رقم كبير بطبيعه الحال. قول لي السي رشيد. رقم كبير. قول لي السي رشيد، ملي تنتكلموا على دبلوماسيه الفوسفات عبر شركه مواطنه، وتنتكلموا على المستوى الافريقي الان، اظن بانه الفوسفات لو سي بي حريصه على واحد الامر فيه اخلاق. انا تنظن المحرك فيه هو الاستثمار بطبيعه الحال، ورابح رابح، ولكن كاين اشياء اللي انا قريتها نقدر نكون غلط فيها. فيه ما هو روحي، فيه اخلاق، فيه قيم انسانيه، فيه ان تهدوك الناس، تهي دول وتهي شعوب اللي خصها تحظى بواحد الثقه في المستقبل. عبر اش؟ عبر ما يسمى بالامن الغذائي. احنا تنعرفوا بان الفوسفات هو من الاليات اللي تيخلي الامن الغذائي في اي دوله. اذا المغرب شاف هذا التوجه ديال الامن الغذائي في افريقيا، راه تجاوزها يعني بعد لانه غير واحد الاشاره بسيطه هو انه هضرنا على هاد الشركه المواطنه ديال لوسيفيل، لانه كانت عندها حتى الميكانيزمات ديال المعلوماتيه جداتها يعني بشكل دقيق، يعني حتى الناس اللي تيعملوا في الجانب الاستثمار، لانهم هما تيقوموا بواحد التعبيد واحد المجموعه ديال الطرق، هادشي الناس غافلينه خصنا نجبدوه، لانه ما بماذا
حيت كاين واحد المجموعه ديال العمليات اللي تيقوموا بهم هي ديال واحد التهيئه. هذيك لي زام تخصصي الشغل اللي عندنا راه مجموعه ديال الطرق راه كانت مولاها صحيح 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 على المستوى الداخلي على المستوى المحلي كاين بزاف المشاريع في البنيه التحتيه. حيت حنا المشكل هو اننا نتغافل ولا ما عرفت بالضبط، ولكن تنظن بانه مني تنوصلوا ان اثيوبيا مثلا ماشي غادي تكتفي بالاسمده بالحصه ديالها، يعني انه غير جانب الدفاع الذاتي، ولكن حنا تنطمحوا باش انها يعني انها تصدر. هذا مهم جدا، يعني حنا ماشي نكتفيو بانكم الاكتفاء تامنوا غذائكم الامن الغذائي ديالكم، لا حنا غادي نعطيكم الاليات ونعطيكم هذا المشروع باش انكم تصدروا. الدليل على ذلك هو انه في المشروع مثلا ديال 3.7 مليار دولار مع اثيوبيا، كاين واحد الجدوله راه جدوله زمنيه اللي دايرين. الجدوله الاولى ديال 2022 هذا غتكون من اجل تحقيق الاكتفاء من الاسمده، وابتداء من 2024 غادي تبدا العمليه ديال التصدير. بمعنى هو انه كما قلت لك بانه كاين مواكبه حتى الخبرات، ملي تنديروا واحد كما تنقولوا بيزنس بلان ولا تنقولوا واحد برمجه ديال تحقيق ديال واحد الاهداف، هذا راه مهم وماشي تدير على الصعيد الداخلي، لا تدير حتى على الصعيد الافريقي للاصدقاء ديالنا، لانه ما نساوش واحد الحاجه، انه المكتب شريف الفوسفات دابا راه ولا عالمي. صح يعني صح. انه عند واحد المكان دابا عالميه، ماشي هذا ماشي كلام فضفاض، ولكن هذه ارقام لانه عندنا واحد المكانات. بانه والدليل على ذلك هو ان تنقول لك بانه ازمه كورونا لم تؤثر على حجم ديال الصادرات وعلى الدخول ديال الارباح. جميل في جميل، وهذا هذا هذا تيخلينا نتكلموا على الاطر العامله في الفوسفات واللي تتسير هذا القطاع المهم، بداية من المدير العام سي طراب ومن يدور في فلكه. كاين واحد السياسة حكيمة في التسير، وكاين خليني نقول كاين واحد الاحترافية اللي ممزوجة كثيرا بالوطنية اللي خلات أن الفوسفات في ظل جائحة كورونا يعني تبقى ثابت، والأكثر من ذلك ماشي تبقى ثابت، هو أنه تخول المغرب أنه ما يعيش الأزمة القوية مع كورونا. لا هذا أكيد، لأنه حيت كاين سكون أبيل هذاك لي سيستم دانفورماسيون لي زوربي، يعني باش يخدموا باش تخدم النظام المعلوماتي ديالهم على المستوى ديال الانتاج، على المستوى ديال الحسابات، على المستوى المالي، على المستوى ديال اللوجيستيك، على المستوى ديال المشتريات. هذا كان بعدا طلب منهم باش انه يديروا واحد كما تنقولوا واحد انه يعني سيستم دافون اللي تخسروا عليه اموال باهظه. هذا مهم جدا، يعني انه باش نعرفوا بانه راه باش تكون هذا المكتب الشريف للفوسفات انه يعيش واحد الطفره، كان جد منطقي انه غادي يستثمر في الجانب المعلوماتي اولا وحتى في الجانب البشري، لان شفتي لها السي حسين هو انه كاين واحد الاطر، هذه الاطر راه تتكونوا والتكوين ديالهم راه ماشي غير في لانه مهندسين كبار. مساله اخرى هي ديال المساله ديال التحفيزات، عندهم تحفيزات مهمه من تقام واحد العمل وتتنجز بواحد الشكل اللي كبير، هو انه تتكون عند التحفيزات. لماذا هذا الكلام؟ انا غير بغيت زعما باش نرجعوا هذا الكلام كله انا تنقولوا على هذا المكتب الشركه بالضبط غير للتوضيح بانه فعلا راه شركه مواطنه. كما قلت لك انا ما عندي حتى لا من قريب ولا من بعيد، ولكن كنظن بانه اللي تيخليني تتكلم هكذا هو الارقام. هو صحيح هو الارقام، وباش نوضحوا خليك تتكلم وباش نوضحوا انه من خلال البحث اللي درنا ومن خلال لان احنا باش نديروا هذه الحلقه هذه مثلا ونتكلموا مع السي رشيد ساري، راه مشينا بحثنا ماشي جينا وجلسنا وبدينا تنحاوروا بحال هكا ونتبادل اطراف الكلام، لا ابدا، راه مشينا درنا بحث وبحثنا في عمل لو سي بي على المستوى المحلي على المستوى الخارجي كيف يجسد ديك شركه مواطنه اللي تنسمعوها دائما. فبالفعل لقينا بان تحركات لو سي بي اللي ما تعرفهاش بزاف تجسد تلك الشركه المواطنه. نرجعوا ونختم معاك تقريبا في جوج دقائق السي رشيد ساري، من بين الاشياء اللي لقينا ان لو سي بي تجسد تلك الشركه المواطنه
هو العمل ديالو على المستوى المحلي، المساهمة ديالو الكبيرة جدا في بناء البنية التحتية للعديد من المناطق والجماعات المحلية. أنا وقفت على جماعة محلية للفوسفات تقريبا ما يقارب المليار، أظن مليار ونص، اللي كانت كمساهمة منه من أجل الكليراج بيبليك في واحد الجماعة، من أجل الطرقات والطريق الرئيسية تكون أحسن على أحسن ما يرام، من أجل يعني كل ما يهم البنية التحتية اللي غادي يستفد منها المواطن بالدرجة الأولى والأخيرة. المواطن لوسيبي وقف فيها، هذه منطقة، أما غير أخرى يبقى فيها عديد من المناطق، الفقيف بن صالح فيها العديد من المناطق، بن قرير فيها العديد من المناطق، اليوسفية هذا الشيء وقفنا عليه. هنا تنتكلموا على شركة مواطنة بالنسبة للمغاربة. تنظن بانه كاين عندنا واحد المجموعه ديال الشركات المواطنه اللي خاص هو العمليه ديال التواصل اولا. صح. في المساله اللي جد مهمه. صح صح، وانه خاص تكون عندنا الاحكام مدعمه بارقام. صح، يعني ملي تنبغي نصدر حكم ولا واش مواطن ولا ماشي مواطنه، تنظن كلشي عندنا المقاولات الحمد لله الكبار كلهم مواطنين. فتنظن بانه اول حاجه وانه تحري المعلومه، ودابا راه كاين عندنا مساله سهله، يعني اللي بغى شي ارقام ديال اي مقاوله راه تيمكن يمشي للمحكمه التجاريه ياخذ البيلون ديالهم يشوف بالارقام اش يتحقق، يعني وكاين هذيك كما تنقولوا حنا شفافيه كامله، ما كاينش شي حاجه اللي تتخبى دابا، غير خاص هو انه لا داعي، انا تنظن بانه لا داعي انني نبقى مقابل لواحد الحاسوب فقط وما تنشوفش الواقع اش فيه. هادشي اللي تتقول لي لمستيها السي حسين، انا لمستو تانا، لمست ملي تكون غادي في الطرق واللي ديالنا اللي تنجزو من طرف لا من الدوله لا من طرف المقاولات المواطنه، فتتحس بالفخر تتقول انه راه عندنا واحد البنيه الحمد لله جد جد محترمه، كيفاش انني تمشي انا البوادي اللي هي بعيده، تمشي البروج مثلا، تمشي شي مناطق اللي تبان لك انه بعيد، انهم تقول لي مستحيل نلقى فيهم طرق وتلقى فيهم طرق. اذا الرساله اللي بغيت نوصل انا، وسمح لي غادي الرساله اللي بغيت نوصل هو انه اللي بغى يعطي شي حكم على البلاد ديالو المغرب خصو تيكون نزل الارض الواقع. صح. يا اما مشى على رجله. صح. يا اما مشى على واحد ربعه ديال العجلات باش يعرف. صحيح. باش ما يكونش الحكم تيكون حكم صحيح، ماشي حكم ديال. وخصنا مسألة أخرى، نبغيو بلادنا. صح. هذه مسألة مهمة، وسمح لي أنا دابا تهضر معك بقلب مفتوح، راه خصنا، راه كاين ناس، كاين دول اللي أسوأ منا، اللي ما تياكل، اللي عندهم باش يشروا الحليب، باش ياخذوا الحليب تيديروا طابور، يعني أنه باش ياخذ مستطر ولا، حنا راه عندنا كل شيء متوفر. المشكل اللي عندنا في المغرب هو المواطنين اللي للاسف مجموعه منهم تتشكاو بزاف، وبدون بدون يعني ما كاينش منطق في هذيك الشكوى ديالنا. الحمد لله المغرب غادي تتزاد القدام، ومازال الخير امام، يعني ان شاء الله خير امام ان شاء الله. الدليل على ذلك هو انه راه في ازمه كورونا ما تضررناش بزاف، ما تكرفصناش على المستوى، ما تكرفصناش خاصه المستوى الاستهلاكي، الاستهلاكي يعني الماكله والشرب الى اخره، راه ما تكرفصناش، في حين دول اكثر من هذا. في حين دول تكرفصات على المستوى الاستهلاك. اوروبيه انه كاخذت استعنت بالمغرب من اجل ديال الخضار والفواكه، فكنت تلقى انه فيهم العلامه المغربيه، ما لاحظتيش كاين مساله اخرى الوقت ديال كورونا، حتى الاسعار ديال المواد الغذائيه ديال الخضار وديال الفواكه نقص الثمن. صحيح. هذه مسألة لأن كانت واحد المراقبة اللي كبيرة ديال كان عمل وخصنا ننصف من يستحق الإنصاف وندير واحد الوقفة. آخر كلمة وغنختم معك سي حسين. تفضل. المفوض الأوروبي اللي كان أوليفر فاليري قال واحد الكلمة بليغة بالنسبة لي أنا. المغرب دبر أزمة كورونا بشكل نموذجي. هذه مهمة نسطرو عليها. جميل. بشكل نموذج، يعني نحن النموذج. شكرا لك رشيد ساري. شكرا. عفوا. شكرا. تحياتي رشيد ساري، خبير في الشؤون الاقتصادية. وملي تنتكلموا على شركات مواطنة وتنتكلموا على لوسيبي كشركة مواطنة، وتكلمنا عليه على البعد الإفريقي ديالو، وتكلمنا عليه اليوم في هذه الحلقة، لماذا
علاش اختارينا لو سي بي وعطينا هذا العنوان ديال دبلوماسيه الفوسفات عبر شركه مواطنه؟ لان الان ما يحققه لو سي بي في الدول الافريقيه من اجل الامن الغذائي في هذه الدول الافريقيه ومن اجل ان المستقبل ديال افريقيا يكون افضل وافضل وافضل، راه شي حاجه اللي خصنا نوقفوا ليها ونحترمها ونقدرها ونصفق لها ونرفع لها القبعة. كذلك من خلال بحثنا عبر الواقع وعبر الجولات الميدانية، وصدقوني عبر الجولات الميدانية مشيت لفقي بن صالح ومشيت البنقرير ومشيت اليوسفية ومشيت الخريبكة، مشيت راه لو سي بي ساهم بشكل كبير في البنية التحتية ديال هذه المناطق هذه. راه تلقى طريق مصوبه باحسن ما من طراز رافع، تنسول الرئيس يقول لي لو سي بي اللي عاوننا فيها، تنمشي تلقى بعض المرافق الاساسيه تنسول تقول لك راه لو سي بي اللي عاوننا فيها، تنمشي تلقى مثلا تلقى بزاف تلقى مركز ثقافي شكون راه لو سي بي عاوننا فيها، شركه مواطنه. فملي نبغي نصدر الاحكام نصدرها على خلفيه ارقام بحث وواقع.